C'est franc, mais il prend son propre bond et c'est gagné. Et c'est gagné. Le Maroc est champion d'Afrique. Les Lions de l'Atlas sur la plus haute marche du podium. رضواني نور الدين المعيد البدني للمنتخب الوطني لكرة السلة. زدت في مدينة سالة في المدينة القديمة وتحصيل دراسي اللي معروف هو أنه دست في مجال ديال الابتدائي والإعدادي وتعنيوية الأيوبية اللي كعرفوا كاع السلاويين، والمسار الجامعي كان في السنة الثانية في التاريخ والجغرافية. من بعد التحقت مع الملكة تكوين الأطور، من تما درت سنتين، من بعد كملت توصلت تقريبا درت الماستر في التدريب الرياضي وتطوير الأداء في المستوى العالي. التحقت بدولة الإمارات العربية المتحدة كمعيد بدني للحكام ديال كرة القدم، من بعد التحقت بالجزيرة الرياضية كمعيد بدني للأكاديمية ديال الفريق، حصلنا على لقبين في سنة واحدة تقريبا للفئات السنية. من بعد رجعت للمغرب بحكم العمل ديالي في الوزارة ديال الشباب والرياضة. التحقت من بعد السنة الأولى كانت سنة كانت تدريبية كموظف، التحقت في فريق الجمعية السنوية لكرة السلة، والحمد لله بدينا بمسار جيد، خدينا البطولة والكأس أول مرة في تاريخ الجمعية، وخدينا دورة السلة الدولية المعروفة. السنة اللي بعدها مباشرة التحقت بمنتخب وطني كأول مرة مع الكوتش حسن حشاد، ومن بعد تما بقيت تقريبا لغاية اليوم في المنتخب الوطني الحمد لله. المسار الآخر أنني التحقت بالفتح الرياضي من 2012 حتى 2016، يعني تقريبا 2016، ومشيت مع السي حسن حشاد الفريق في الدرجة الأولى بقطر كرة السلة طبعا، بقيت تما سنتين، رجعت عاوتاني 2019 لفريق الجمعية السلوية إلى غاية اليوم. بالنسبة للمنتخب الوطني الحمد لله، فبالنسبة لي صراحة هذه السنة هذه سنة استثنائية، يعني سنة إنجاز اللي ما تحققش تقريبا هذه 56 سنة، والحمد لله أنا فرحان بها وعند حصل لي الشرف أنني نكون مجموعة اللي حققت هذا الإنجاز هذا. بالنسبة للتأهل ما كانش تأهل، وأنه كان تأهل مباشر، لأنه الدورة اللي فاتت الفريق اللي الحمد لله كنت معاه حتى هو بدينا الإعداد وهذا في مالي، وصلنا للدومي فينال وخسرنا مع كينيا. صافي دير اننا من اربعه الفرق اللي عندهم تاهل مباشر لهذه الدوره هذه، بمعنى اننا ما عملناش اقصائيات بحال تونس مثلا، دونك حنا مشينا مباشره للمشاركه في هذا الافرو باسكيت. لا سبقى واحد الاعداد اللي صراحه ما كانش كثير، علاش؟ لانه كان عندنا الضغط ديال المباريات ديال البلاي اوفس، كان فريق يعني مباريات ديال النهايه، فما كانش عندنا اللاعبين كلهم تحت يدينا، يعني الاعداد ما كانش كامل بجميع العناصر اللي هي رسميه. فتسنينا حتى جات العناصر ديال الفتح الرياضي اللي جاوا تقريبا في واحد الحاله ديال العياء كبيره، وتقريبا بدينا الحمد لله لعبنا لهم على جوج حوايج، هو لا ريكوبيراسيون واحد المجموعه، ولونتروتيان المجموعه اللي سالت تقريبا هذه اقل حاجه في واحد 20 قبل. فكان عندنا واحد الاشكال بدني اننا كيفاش نجيريو بحكم التخصص ديالي، كيفاش نجيري المجموعه ككل ونخليهم في الفورما ديالهم في البطوله خصوصا، يعني من اول مقابله في الافرو باسكيت على اساس انهم يكونوا في الجاهزيه، يعني كنقولوا حنا بالفرنسيه في بيك دو فورم، والحمد لله هذا هو اللي لقيناه خصوصا في المقابله الاولى ديال رواندا. بينك لا غنقول لك واثقين، ما نقولكش واثقين، كان واحد الهدف هو اننا على الاقل ما نزلوش على الانجاز ديال 2019 اللي هو الافرو باسكيت اللي قبل. انتم عارفين انه ما كانش اعداد كبير، ما ساعدناش، واللعابه كلهم يعني في نهايه الموسم، وكانوا بزاف المباريات اللي عندهم واحد السلاح، يعني سلاح ذو حدين، انه مباريات كثيره كتساعد ان اللاعبين عندهم مباريات كنقولوا حنا في رجليهم، ومن جهه اخرى انه كيوقع واحد العياء. هذا هو الاشكال اللي واقع، ولكن الحمد لله بان بانه هذيك كثره المقابلات عطات واحد القوه لهذوك اللاعبين، واحد الماتوريتي في دماغهم، والدليل اننا كيفاش شفتوا انتم ان المباريات كلها في الاخر كنجيروها بواحد يعني بواحد الهدوء وبواحد يعني بالرصانه من طرف اللاعبين، وطبعا بليزانستركسيون ديال الطاقم التقني الحمد لله عطات الاكل ديالها. من بعد كل مباراه كتلقاو بانه كاين تحسن، كاين يعني الاداء بقى تيتطور، يعني لقينا راسنا نقدر نقول لك ونعموا نحلفوا عليها الطاقم، اي واحد غتسولو في الطاقم التقني كيبان لنا داك الشيء اللي داروا المنتخب الوطني في قطر مع السير الكراكي، راه اقسم بالله العلي العظيم نفس الاشياء، نفس العزيمه، نفس الروح، ونفس الاخوه اللي كانت باللاعبين. وتتقول ديك النيه راه بصح، النيه هي تكون الثقه بين الطاقم التقني واللاعبين، والايمان بواحد الهدف اللي بدا تيكبر من المباراه، خصوصا من المباراه ديال الكاميرون. لقينا ستيل دو جو ديالنا، عرفنا اللاعبين ديال الافارقه كيمشيو للروبون كاملين وكيخليو الفراغات موراهم، تنديرو ديفونس اللي هي مزيانه، دو زون 3 2 اللي الناس راه كيعرفوها، كناخذو ديك اون فوا كناخذو الروبون ترونز، يعني كنمشيو في لا كونتر اتاك، والسلاح الثاني هو لا ترانزيسيون. والحمد لله توفقنا كل مباراه كتزيد ديك تنقولوا حنا لا بورسونتاج دو ريوسيت عندنا، وفي لابليكاسيون ديال لي سيستيم بقاو غادي كيزيدو حتى وصلنا للنهايه الحمد لله، اللي وصلنا يعني تنقولوا البيك دو فورم الحمد لله اللي لقيناه. هذا هو اللي يعني المسار ديالنا في البطوله كامله، اللي خلانا اننا الحمد لله نفوز ديك البطوله تقريبا. اول حاجه الجروب، العامل النفسي، ان مجموعه العامل الاجتماعي بين اللاعبين،
الحمد لله كان هدف واحد وروح وحده وكل شيء مشى من هنا على اساس انهم ضحيه باش نكون واضحين. الناس كلها مشات مضحيه من المدرب حتى الاخر لاعب اللي هو حمزه اللي هو اصغر واحد عنده 18 سنه، كلهم عندهم عزيمه وانهم غادي يبدلوا يعني قصارى الجهود ديالهم باش نعملوا نتيجه مزيانه. هذا هو العامل الاساس. العامل الثاني هو انه كان واحد الانضباط اللي هو كبير في المجموعه، والسي لبيب عنده واحد عمل واحد العامل النفسي طبعا مع المجموعه كامله، وكانوا اللاعبين اللي ساعدونا خصوصا الناس اللي تنقول لك مثلا شوعا زويتا كوردو ومعاهم تاع علي حرشي اللي عنده شويه تجربه مع الاخوان، عاونونا بزاف في المجموعه واثرنا هاد ليجون اللي كانوا معنا، واللي صراحه خلات واحد تنقولوا حنايا واحد 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 تالف من اللاعبين وشي تيسمع لشي والجميع تيسمع للمدرب والطاقم التقني كامل. هذا هو سر النجاح اللي الحمد لله خلانا اننا نوصلوا ناخذوا هذا اللقب. هذا الايجابيات ديالو شنو كان فيهم؟ بالنسبه للطاقم التقني صراحه الله راه نقدر نقول لك راه حنا خوت الحمد لله. انا السي لبيب راه كنعرفو من سنوات، السي احمد من اعز الناس اللي عزيز عليا، الدكتور جلال، السي عادل، ولا السي منصور راه العشره ديال تقريبا من 2009 فريق الجمعيه السنويه. فنقدر نقول لك انا كنعاون السي منصور كيعاون الناس كامله. تنقول هنا هذاك الجندي اللي المجهول هذاك السيد راه كيقوم بواحد الدور كبير، حنا ما كنحسبوش شي بالنسبه لنا القوه ديالنا. انا الطاقم التقني ما تيحسبش المجهود اللي كيديروا. نقدر انا دابا 24 ساعه نبقى فايق على اساس المنتخب الوطني، ونقدر نقول لك قسطاج راه خدمنا مسائل اداريه. علاش؟ حبا في هذا الفريق، حبا في اننا نتمنوا من الله اننا نحققوا شي حاجه في المستقبل. والنيه اللي قلت لك اللي هضرت عليها في الاول هي اللي خلاتنا انا نديروا كنقولوا حنا المعجزه. عاوتاني معجزه هي شي حاجه خارقه للعاده اللي ما غير متوقعه، فيمكنكم تسموا هذه معجزه صغيره، المعجزات تيكونوا كبار. والانجاز الحمد لله بحال اللي وقع في قطر تيقولوا الناس معجزه، حنا نقدر نقول واحد المعجزه صغيره ولكن بواحد الطعم كبير، لاننا كاس افريقيا راه من 65 ما خديناهاش. فالحلاوه ديالها ونزيدكم انه الشيء الجميل والخبر السعيد اللي سمعناه اليوم وانه التهنئه من صاحب الجلاله الملك الله ينصرو اللي هو انسان رياضي وانسان اللي يلعب الباسكيت وتيعرف الباسكيت وحق الباسكيت، وهذه تفاته ساميه اللي حنا في حقها تبقى مفخره علينا يعني في الحياه ديالنا كامله. فخدينا واحد لاكوب هو عندنا، وكوب اللي حسن منه هو التهنئه ديال جلاله الملك. يعني اي رياضي في المغرب يعني سواء داخل او خارج الوطن اللي ما كدير معاه انترفيو تيقول لك انا التهنئه ديال سيدنا راه عندي فوق الراس ديالي. صراحه يعني انا تنقول لك انا حياتي كلها في الرياضه، اهم حدث في حياتي هو التهنئه اللي شفناها اليوم. يعني غتبقى في بيتي ان شاء الله في داري غتبقى عندي دائما هي واد الميداليه وداك الصوره مع الكاس. الحمد لله هادو ثلاثه الاحداث اللي ما عمري غادي نحيدهم من داري صراحه الله. اقدر نقول لك انه كان صعوبات كثيره، يعني نقول لك عانينا هذا داخل في العمل ديالنا كطاقم تقني، مي اللاعبين مساكن كاين اللي يلاه. نعطيك مثلا العبد فتح زويته، بن مهين، كيفين، كانوا متالقين رغم انهم يلاه سالوا النهائي البطوله فاز البطوله مع الفتح الرياضي، لا غدا جاو تيجريو للمنتخب الوطني. يعني تعرفوا الحب ديال اللاعبين للمنتخب الوطني، يعني قاصا والجهد البدني وماشي فيش مساكن العائلات ديالهم، جاو مباشره التحقوا باش نقول كاين نيه حسنه من النهار الاول. ان ضحاو بالتعب والعياء وبالمسائل كلها وبمجهودات ومشكل ديال المسائل الاداريه وجمعوا ساكهم وجاو وتجندوا باش يمشيو مع المنتخب الوطني. هذه من السلبيات، ولكن بالنسبه لنا حنا كانت من بعد ولات عامل ايجابي اللي قدرنا هاد الناس انهم فعلا عندهم واحد الروح وطنيه. ثاني حاجه في انغولا كما كتعرفوا افريقيا كلها بدون استثناء من غير تقريبا شمال افريقيا، راه حنا الحمد لله حنا ولفنا ولات عندنا تجربه كافيه. يعني من 2010 انا كنعرف شخصيا افريقيا، سي لبيب عنده تجربه كبيره، اللاعبين اللي كنت في القدام لي فيتيرون عندهم مشاو معنا يعني في بزاف ديال الرحلات، فولات واحد المناعه. يعني حنا كنقولوا تاقلمنا، يعني حتى الاكل دينا معنا، حنا ما كنديش معنا طباخ ومسائل لوجيستيك كبيره، لا حنا هضرنا معاهم الدراري الله يجازيكم بخير خذوا معكم مسائل باش ما يكونش اونديكاب انكم تعانيوا تقولوا راه الماكله ما زياناش او الكونيكسيون ما نتكلمش لك عليها. راه اوتيل هو اللي تيجلس فيه الوداد البيضاوي ديال كره القدم، يعني بجانب الملعب وجانب القاعه، يعني كان مزيان صراحه الله. مي الاكل ما تاكل ثلاث ايام في الاوتيل هذاك الاكل يولي مسائل اللي حلال ولا حرام، كنبقاو ديما في ذاك الهدوء. الحمد لله حنا تجاوزناها بمسائل اللي بيناتنا واللي هذا، والمجهودات ديال الناس الجامعة اللي وفروا لنا بعض المسائل اللي عاونتنا سواء في كولاسيون سواء في يعني مسائل اللي غتعاون الدريه في الماكله. هادو هما تقريبا المسائل. وعاد البرمجه اللي شويه مثلا تلعب ربع النهائي في 10 ونص شويه قاصحه، مي الحمد لله العامل الايجابي كما قلت لك كان اللعابه تيسمعونا كنعطيهم نصائح الحمد لله. يعني تنقولوا حنا اللي غتساعدهم، نعسوا بكري فقنا بكري مشينا للماتش. الفريق الكاميروني ما كانش حنا شفناه ما كانش فايق اساسا انه الناس ما متعوديش، ولكن حنا ولا عندنا ايجابي بالنسبه لنا. فاركار فينا مع كينيا لا ميم شوز، يعني مشاو كانوا تنقولوا حنا راه حاقرينا، ولكن الحمد لله المسائل يعني تنقولوا حنا مين ولات الروح ما بقات كتوقفنا حتى شي حاجه. ونقدر نقول لك شعرنا وليت نحسوا باللقب من المباراه ديال كينيا، حيت هي اللي كانت فيناليست وكانت ربحتنا ب 30 نقطه في الدوره اللي فات. من تما امنا بالحضور ولا خطاب ديال السي لبيب ولا السي احمد
شنو هو مع اللاعبين دابا الكاس يعني ما بقاش انه غير نمشيو في الماكسيموم ديال لي زوبجيكتيف اخوان دابا وصلنا اننا نربحوا الكاس ما بقاش المجال ديال الغلط او اننا راه شفتوا الروح اللي لاعبين بها راه تنقول لكم الدراري راه نقول لهم شكرا 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 على المجهود اللي الخرافي اللي تنهضروا عليه باش دير داك الديفونس وديك الكونتر اتاك لي ترانزيسيون راه خصكونوا كنقولوا حنا رجيك تكون عامرين وتنشكرهم بهذه المناسبه على التضحيات اللي داروها ما كانش عائق بالنسبه لنا كمكان الاقامه كان زعما صراحه الله ممتاز الحاجه الثانيه هو انه الافارقه كما تعرفوا الطبع ديالهم انهم يعني عندهم الاهازيج فولكلور يعني يقدر يجيك مع الوحده الصباح كيديروا موسيقى هضر تهضر على اللاعبين اللي المفروض انهم يكونوا بروفيسيونيل فالدراري ديالنا حنا مولفين انهم يكون داك الهدوء وداك سميتو تينعسوا بكري فتبقى داك شويه الازعاج ديال الناس اللي تمايا مي الحمد لله كما قلت لك مي كتولي شويه تجربه يعني يقدر يكون مثلا زويته ولا شويه على كورتي يهضر مع لي جون اللي ما مولفينش وكيوليو الدراري تتادابطوا مع ديك الاجواء والحمد لله اننا تمكنا نتجاوزوها صراحه الله يعني العام السلبي كان هو هذا الجو كان مزيان يعني ما كانش عندنا المشكل نهائيا في الجو فالحمد لله يعني كما قلت لك التجربه خلات اننا ما يكونش عندنا شي عائق قدامنا باش اننا نكونوا نقولوا حكا راه كانت الحراره او فبالنسبه لنا حنا كلشي ردينا ايجابي هذا هو الاهم اللي كان عندنا حنا نقدر نقول لك انه كاين واحد الناس اللي هما تيعرفوا في الاعداد البدني والمسائل الفيزيولوجيه انه كاين العياء اللي كيكون تنقولوا اني ياك كاين العناء اللي كيكون يعني بعدي اللي هو كيجي روتار شويه اللي هو تسمى لا فاتيك روتار دي هو اللي وقع لنا هو انه مع السفر اللي جينا في الليله المقابله لعبنا مع تنزانيا درنا مع رواندا كنا خاسرين ب 15 لواحد ما دخلناش مقابله مزيان يعني قله النوم والتعب ديال الطياره فهذيك الكامباك اللي درنا يعني رجعنا عليهم بدلنا واحد المجهود خرافي باش رجعوا فكما تيقولوا داك لا فاتيك ديال المقابله في الاخر مع العياء ديال الصفر رجع لينا في مقابله ديال تونس صراحه الله يعني باش نرياجيو يعني تنقولوا حنايا لا فورس مونطال ما عندناش الدراري تنقولوا حسوا بالتعب من جميع النواحي مي هذاك التعب كان هذاك الماتش اللي خسرنا كان هو تنقولوا هي ديك الضربه اللي فيقاتنا وفيقات الدراري وخلاتهم انهم يبدلوا ما يعني داك الشيء اللي عندهم ما بقى عندنا ما نخسروا في مقابله كان خصنا نربحوها باش نتاهلوا ونكملوا ملي ربحنا ديك المقابله مع الكاميرون هي كما قلت لكم في الاول راه يعطينا حافز باش اننا ندوزوا للكارت فينال وعاد كما الحمد لله كملنا المسيره يعني باحسن طريقه اش غنقول لك راه نقول لك واحد كان تيترعد واحد راه قريب نقولوا حنا يدوخ في بلاصه يعني اغماء يعني راه كتشوف شي حاجه راه انكرويال تنقول شي حاجه معجزه راه انا ما يعني خديت الحمد لله بطولات وخديت لعبت نهائي الكاس تما في انغولا مع فريق جمعيه السراويه كتذكروا والفريق حتى هو خدا بطولات افريقيا الانديه مي راه لا بروميير فوا هاد لي جينيراسيون دو جينيراسيون ما خداوش لا كوب دافري تنقول لك انا من 65 ما خديناش كوب دافري سيتادير راه شي حاجه راه تنقول لك كبيره لحد الان انا تنهضر معكم وباقي ما مصدقش اننا خدينا هاد لاكوب والاصدقاء دابا تنهضروا مع اللاعبين وما تيقول لك واش باقي انا كنحلم راه فعلا الناس باقا تتحلم دابا والحمد لله يعني شعور لا يوصف وهاديك الكاس راه كيما قلت لك غاليه ما تصوروش راه داك الشيء نشرح لكم ما يمكنش غنقول لك تنقاز تغوات ما تخلي ما دير ولكن ملي كترجع بلاصتك كتفيق تقول ويلها بصح راه ندينا والله العظيم ندينا هذا هو اللي بغيت نقول لكم يعني الحمد لله فرحنا بعدا واحد 40 مليون نسمه وتصور انه الناس من برا والافارقه كلهم الجميل انهم لقاو ديك الروح في الجروب ديالنا وكنهنئوا الناس كامله يعني الفرق كلها وكانت الفير بلاي عندنا الحمد لله كلشي قلنا حنا بغيناكم تربحوا هذه الفينال هذه تصوروا انا لاعبين مع الكوت ديفوار كيجي واحد من انغولا كيجي واحد من الفرق الاخرى ولا رواندا كيقول لك حنا والله العظيم بالروح اللي عندكم واللعب الجميل اللي يعني اللي عطيتوه والروح اللي فيكم بغيناكم تربحوا يعني هذا يكفي اننا فخر لينا وكيما قلت راه الشعور راه واخا راه ما نقدرش نوصفه لك حاجه هاد الناس كلهم اللي امنوا بينا بعدا والناس القلال اللي امنوا بينا انها ماشي سهل لاتكم واحد الاسم انه واحد السي محمد سكاك ديكلارا في الاول في لو 5 جويي في البرومي ماتش قال لك هاد الفرقه بهاد الروح اللي رجعت بها رواندا غادي كوب دافريك انا عطيتكم غير مثال هذا السيد سلاو كيعرفنا مزيان وناس اخرى اللي امنوا بينا هادو الاولين ولكن الناس مع النتائج من المباراه الثالثه اللي امنوا واخا خسرنا مع تونس شجعونا وعاونونا وكنشكرهم من المنبر هذا وكنبعثوا لهم يعني نيابه على المنتخب الوطني كامل انا اللي كنقول لهم شكرا لكم والله يجازيكم بخير وما نساوش العائلات ديالنا اللي بدعوات الوالدين يعني الحمد لله اللي ساعدونا واش غنقول لك راه واحد الشعور راه يوسف وكنشكروا المملكه المغربيه قاطبه وعلى الراس ديالهم جلاله الملك اللي صيفطنا التعبير هذه البرقيه اللي تعبير الحب والوفاء لولاده والناس اللي تيضحيوا راه اكيد غيبقاو التقدير ونتمنى انها تكون واحد ترومبلا باش كره السله الوطنيه تزيد القدام اننا بيني وبينكم راه عانينا بزاف وماشي المرتبه اللي خص المغرب يكون فيها خصنا الرياضات كلها هي غدا كتزيد الحمد لله وخصنا الانجاز يكون هو داك ترومبلان اللي الوزاره ولا الجهات المعنيه كلها تعاوننا وحنا راه ولاد الباسكيت وراه تجينا غيره تيلا هضرنا
راه الناس كيهضروا بحب، حتى دوك الناس اللي كي اللي كي اللي كيبداو يكريتيكيو الجامعه او الناس الاخرين راه عن حب، راه واخا تبغي، راه ملي كانوا تيكريتيكيو في الاول غير بدا الماتش الثالث الانجاز ولاو هما اللي كيقولوا لنا برافو عليكم وسمحوا لينا، راه حنا قلنا في الاول هضرنا خايب وكنشكروكم وبارك الله فيكم، والناس ولاو تيشكرونا، فكنشكر الناس كاملين اللي شجعونا وشكرا جزيلا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.